سيدي عليك مؤولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي، تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب، فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي، ولك الحمد على بسط لساني، أفبلساني هذا الكال أشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضي؟ فما قدر لساني يا رب في جنب شكرك، وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك؟ إلهي إن جودك بسط أملي، وشكرك قبل عملي. سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي، وقد ساقني إليك أملي، وعليك يا واحدي عكفات همتي، وفيما عندك انبسطت رغبتي، ولك خالص رجائي وخوفي، وبك انست محبتي، واليك القيت بيدي، وبحبل طاعتك مددت رهبتي. يا مولاي بذكرك عاشق قلبي، وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي، فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. اجده شب دارم میگم خدا اونی که بین من و طاعت و عبادت مانع میشه، اونی که منو از تو دور میکنه گناه. اجده شب دارم میگم بین من و گناه فاصله بینداز، منو از گناه دور نگهدار. فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرافة والرحمة، فالأمر لك همچي دست تو،
وحدك لا شريك لك، بتو ما گذار میکنم، و الخلق كلهم عيالك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك، تباركت يا رب العالمين. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، وكلا عن جوابك لساني. خدایا به اون لحظه ای رحم کن که هی تو قبر شونم و تکون میدن، میگن اسمع افهم، اما من جوابی ندارم بدم، لال میشم. و طاش عند سؤالك ایای لبیم، اون ساعت به من رحم کن. فیا عظیم رجایم، لا تخیبنی اذا اشتدت فاقتی، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري، وارحمني لضعفي. سيدي عليك معتمدي، ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي. من برحمت و بمهربونیت دل بستم، و بفنائك احط رحلی، وبجودك اقصد طلبتي، وبكرمك أي رب استفد دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري، فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي، ولا تسكن الهاوية فإنك قرة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك، فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك، فإنك العارف بفقري. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه
الدنيا قربتي وعند الموت وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تغلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يغلبني صالح جيرتي وتحنان علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد قربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تغلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني فضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي أجي آخرين ما رمزون عمرم باشم أجي آخرين شبای قدر عمرم دارم یاد أجي هنوز از گناه از بیچارگی گناه و بدبختی معصیت رها نشدم چه کنم بعضی ها لااقل تو ما رمزون گناه نمی کنن حرمت نگه می دارن اما من روسیاه تو ما رمزونتم گناه می کنم حیا نمی کنم میخوای با من چه کنیم سیدی لا تعذبنی و انا ارجو التماست میکنم منو عذابم نکن الهی حقق رجایی و آمن خوفی امیدم و ناامید نکن آدم وقتی حرف از امید میزنه از امیدواری و ناامیدی میزنه یاد یه اسمی میفته دم در یه جوونی به من گفت اگه شده یه بار فقط بگو یا ابوالفضل من خیلی گرفتارم و گره به کارم خدایا به ناامیدی ابوالفضل ما رو ناامیدمون نکن
اون آقایی که امید همه خیمه ها بود، یه نگاه کردید مشک آبشو زدن، آب داره میریزه. اینجا نوشتن فوقف العباس متحیرا. آیونایی که کار دارید شب 18 به نزدیک شب قدر رسیدید و کار خیلی سخت داره میشه، اگه تا الان منو نبخشیده باشی چه کنم؟ به اون آقایی که وقتی حسین سرشو بغل کرد تیر و آروم از چشمش در آورد، لا اله الا الله، لا اله الا الله. نوشتن بالا سر ابوالفضل داد میزد و سر خل حسین. آخ غم مرگ برادر را، برادر مرده میداند چه گذشت به ابی عبدالله. اینجا گفتم حقق رجایی، یاد این روز افتادم. 4 جمله گفت بالا سر ابوالفضل، 3 همه شنیدن، 3 همه روز خونا میخونن، اما 4 بیچاره میکنه. اول گفت انکسر ظهری کمرم شکن، دوم گفت من قطع رجایی امیدم قطع شد، بعد فرمود و قلت حیلتی، به زبان عامیانه یعنی بیچاره شدم، دیگه چاره ای ندارم. اما 4 جمله، وقتی این جمله رو گفت مرحوم مقرم تو العباس میگه تا این جمله رو ابی عبدالله فرمود، ابوالفضل بلند شد نشست دوباره خورد زمین. غیرت عباس اینجا به جوش اومد، مگه چی گفت ابی عبدالله؟ آی سیدا ابوالفضلیا، صدا زد عباسم کمرم شکست، امیدم ناامید شد، صبر از کفم رفت، بیچاره شدم. اما این جمله میکشه. امام زمان فرمود و شم و طبیع عدوی، پاشو ببین دشمن روش به حسین وا شده، پاشو ببین دارن به خیمه های خواهرات نگاه میکنن، پشت حسین ابن علی تا شده، واویلا واویلا. زن و مرد هر کی گره به کار داره بگه پشت حسین تا شده، واویلا. انشالله صدامو نشنوی. پای عدو به خیمه ها، پای عدو به خیمه ها، به ابوالفضل امید ما رو ناامید نکن، حقق رجاییم و آمن خوفیم، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك. سيدي أنا أسألك ما لا أستحق، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لي وألبسني من نظرك
ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وسفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك فأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائك فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كل ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أطاب أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعل لي ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين
اللهم أعطنا السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حجا بيتك الحرام وارزقني حجا في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيد الأسواب واخذ عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه وخذ عني بأسماع أضدادي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي ما دیدم اون زمانی روشن میشه که به جمال مهدی فاطمه باشه دل ما وقتی شاده که خبر ظهور و فرجش رو بشنویم بدون امام زمان چشممون روشن نمیشه دلمون شاد نمیشه واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا فرج مادر فرج حجة ابن الحسن واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم برحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤمي